السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن استهدفت بشكل مباشر صباح هذا اليوم مدمرة أمريكية بالصواريخ البالستية. التفاصيل نشرت بشكل واضح من قبل القيادة المركزية الأمريكية بالإضافة إلى وكالة رويترز، والمزيد من التفاصيل نشرت من جينيفر جريفن كبيرة المراسلين في الفوكس نيوز الأمريكية. الأمر مرتبط طبعا بسفينة سنترال بارك، السفينة التابعة لشركة زودياك ماريتايم المملوكة، ومالك هذه الشركة هو إيال عوفر الملياردير الإسرائيلي. وكان الحديث الكبير الذي ظهر يوم أمس في 24 ساعة الماضية بأن سنترال بارك تم احتجازها من قبل جماعة الحوثي في اليمن، لكن الأمور تغيرت مع الكثير من التفاصيل التي نتحدث عنها الآن في ظل هجوم بالستي واضح جدا من خلال ما سنتحدث عنه الآن. بالنسبة لهذه السفينة السنترال بارك، هي كانت قد دخلت إلى البحر المتوسط طبعا قادمة إلى البحر الأحمر قادمة من قناة السويس، وطبعا كانت جماعة الحوثي تنتظر وتراقب هذه السفينة في محافظة الحديدة من أجل طبعا اختطافها أو احتجاز هذه السفينة، ولكن السفينة طبعا تمكنت من عبور هذا الخطر وعبرت مضيق باب المندب حتى وصلت إلى خليج عدن، ولكن لم تسلم أبدا من عملية المواجهة أو القرصنة أو الاختطاف الذي كان قادما تجاه هذه السفينة. فجأة جاء زورق محمل وكان عليه طبعا 5 مسلحين، اعترض هذه السفينة بشكل مباشر، وهؤلاء 5 مسلحين تمكنوا من الوصول طبعا والقيام بإنزال على هذه السفينة، ولكن طاقم السفينة كانوا مستعدين تماما لهذه المواجهة، عدوا تماما بشكل سريع وواضح لمواجهة مثل هذا السيناريو. 22 شخصا من الطاقم الخاص بهذه السفينة اتجهوا مباشرة إلى ما يسمى بالغرفة الآمنة في هذه السفينة، وبوجودهم بالغرفة الآمنة طبعا هم أصبحوا آمنين تماما من أي عملية قرصنة. هذه الغرفة الآمنة عادة تتواجد في السفن في حالات القرصنة، يتواجدون فيها وطبعا يتخلصون من دخول أي شخص من الخارج، سيكون من الصعب اقتحام هذه الغرفة. وهؤلاء 5 مسلحين حاولوا من اقتحام هذه الغرفة بلا أي نجاح. الطاقم خلال تواجده طبعا في هذه الغرفة بدأوا بإطلاق عبارة عن نداءات استغاثة إلى السفن الموجودة لإنقاذه ممن هي مسؤولة عن الملاحة الدولية بشكل عام، وفعلا جاءت USS ميسن الأمريكية وهي من طراز أرلي بيرك، بالإضافة إلى مدمرة يابانية أخرى قد ساعدتها في هذه العملية. والمثير للانتباه بأن كانت هنالك قطعتين بحرية عسكرية خاصة بالجانب الصيني لم تشترك في هذه العملية، بالتالي الجانب الأمريكي USS ميسن طبعا اعترضت هذه السفينة وهؤلاء المسلحين وطلبت منهم أن يغادروا هذه السفينة مباشرة، وفعلا ذهب هذا الزورق وحاول طبعا الفرار مباشرة والمسلحين عبر هذا الزورق الفرار من USS ميسن، والUSS ميسن طاردتهم، بدأت تطلق عيارات نارية تحذيرية تجاه هذا الزورق، بالإضافة إلى وجود أيضا مروحية أمريكية شاركت بهذه العملية. وبعد ذلك طبعا اضطر المسلحين من عملية تسليم أنفسهم للجانب الأمريكي وأصبحوا تحت قبضة الجانب الأمريكي. وجينيفر جريفن كانت قد تحدثت بأن هذا الزورق حاول بالفرار إلى الأراضي اليمنية، ولكن القيادة المركزية الأمريكية قالت بأن هذا الزورق حاول من الفرار، لم تتحدث إذا ما كان متجها إلى اليمن أو غيرها، وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية ملتزمة بمسألة بأنهم مجهولين. لكن المثير بعد إلقاء القبض على هؤلاء وإنقاذ طبعا هذه السفينة من القرصنة أو الاختطاف أو الاحتجاز الذي كان قادما على هذه السفينة، بساعات صباح هذا اليوم في 1:41 بتوقيت صنعاء من فجر هذا اليوم، قامت جماعة الحوثي بإطلاق صاروخين من الصواريخ البالستية متوسطة المدى باتجاه USS ميسن الأمريكية، ولكن الصواريخ لم تصل إلى هذه السفينة وسقطت على بعد 10 أميال، أي تقريبا نتحدث عن 16 كيلومترا، وبالتالي المدمرة الأمريكية لم تكن تبحث أو لم تكن مضطرة للتصرف أو ضرب هذه الصواريخ البالستية نهائيا. لا أضرار، لا جرحى، لا قتلى، لا داعي لأي رد أمريكي. هذه السياسة الأمريكية في طبيعة أي استهداف، ولكنه كان استهدافا مباشرا بعد عملية احتجاز
هؤلاء المسلحين بكل تأكيد. المثير بهذا الأمر بأن تفاصيلا قبل أن نبدأ هذا البرنامج بساعة تقريبا أو ساعة ونصف تحدث البنتاغون بأن التقييم الأولي لما جرى بأن عملية القرصنة هي كانت قادمة من الصومال، وبأن من كانوا يبحثون عن قرصنة هذه السفينة هم عناصر صوماليين وتم إلقاء القبض عليهم. وهذه قد تكون مسألة مهمة للغاية ومنطقية بالنسبة لجماعة الحوثي، لأن جماعة الحوثي لا تسيطر على اليمن ولا تسيطر أساسا على مضيق باب المندب من ناحية التواجد. فبالنسبة للحكومة الشرعية اليمنية هي تسيطر على ما يقارب 70% أو حتى أكثر من 70% من كل اليمن، وبأن الشرعية اليمنية تسيطر أيضا على عدن وكذلك مديرية ذباب والمخا وكذلك الخوخة. هذه كلها مناطق تسيطر عليها الشرعية اليمنية والحكومة الشرعية اليمنية، وبالتالي مضيق باب المندب تحت سيطرتهم وليس تحت سيطرة جماعة الحوثي. وجماعة الحوثي هنا إن أرادت القيام بمثل هذه العملية سيكون من الخطر عليهم العمل في خليج عدن في هذه المنطقة، لأنها خارج مناطق سيطرتهم، وسيكون الأمر صعب ومثير للغاية وغريب. ولكن هذا يفتح الباب أيضا للتساؤل، ما إذا كانت جماعة الحوثي متصلة أو على اتصال مع الجماعات الموجودة في الصومال تحديدا، وخاصة أن الضربة بالصواريخ البالستية جاءت بعد ساعات من عملية إنقاذ السفينة وسفينة سنترال بارك التي نتحدث عنها. الأمر طبعا مريب، لا زالت الأمور تحت التحقيق بالنسبة للجانب الأمريكي، ولكن الاستهداف بالصواريخ البالستية بشكل مباشر هو الحدث الأخطر على المدمرة الأمريكية، وهذه أول ضربة من قبل جماعة الحوثي بشكل مباشر على الجانب الأمريكي منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، بل من فترة طويلة لم نرى مثل هذه التطورات، وها هي تتطور بهذا الشكل. وهذا قد يعني بأن بنك الأهداف الأمريكي قد فتح من قبل جماعة الحوثي بعد هذا الاستهداف. وكل العملية التي نتحدث عنها بحسب المنظمة البريطانية لتتبع السفن التجارية بشكل عام تحدثت بشكل واضح بأن العملية القرصنة التي جرت هنا في هذه النقطة تحديدا من خليج عدن بعد مضيق باب المندب. التفاصيل أيضا تزداد إثارة من قبل الجانب الأمريكي، فالجانب الأمريكي بدأ يرى خطر كل هذه المجريات على المياه، خاصة وأن إيران اتهمت أيضا باستهداف سفينة تابعة لإسرائيل أو لشركة إسرائيلية في اليومين الماضيين بطائرة شاهد 136. وعلى هذا الأساس الجانب الأمريكي تحرك وقام بتحريك المدمرة أو حاملة الطائرات الخاصة به العملاقة USS دوايت آيزنهاور بحسب القيادة المركزية الأمريكية، حركوها بشكل أكبر وأعمق إلى الشرق الأوسط ونشروا صورتها بهذا الشكل، وقالوا بأنها تعدت الآن مضيق هرمز ودخلت إلى الخليج العربي، أي بمعنى آخر بأن هذه حاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور كانت موجودة أساسا في خليج عمان، وبالتالي الآن هي عبرت مضيق هرمز وأصبحت داخل الخليج العربي. ولا بد من الانتباه بأن في 6 نوفمبر من الشهر الحالي البلومبرغ كانت قد قالت بأن USS فلوريدا وهي الغواصة الأمريكية النووية المعروفة والخطيرة للغاية أيضا تتواجد داخل الخليج العربي، USS دوايت آيزنهاور دخلت ومعها طبعا مدمرتين أمريكيتين بالإضافة إلى فرقاطة فرنسية وبالإضافة إلى قطعة بحرية عسكرية أخرى من قبل الجانب الأمريكي. وبالتالي هذا التواجد الكثيف واضح بأنه فيه رسالة مباشرة للجانب الإيراني، أصبحت هذه القطعة البحرية الآن وحاملة الطائرات أقرب بكثير من قبل الفصائل المسلحة في العراق. بالإضافة إلى ذلك أيضا يجب أن ننتبه إلى طبيعة الفاعلية الكبيرة للقطع البحرية الأمريكية المنتشرة الآن على طول هذه المنطقة بهذا الشكل، من أجل طبعا اصطياد أو التصدي لأي هجوم قادم من قبل جماعة الحوثي باتجاه العمق الإسرائيلي. وبالتالي انتشار هائل للغاية، وطبيعة هذه التحركات بشكل مثير هي تأتي وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لما بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وليس فقط الجانب الأمريكي هو الذي يستعد لمثل سيناريو توسع الجبهات بشكل كبير بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المرتقبة طبعا، وهنالك الكثير من الكلام على هذه المسألة، ولكن الجانب الإسرائيلي أيضا يستعد لهذا السيناريو من خلال تحديد الجبهات، وقام بتوجيه ضربة باتجاه العمق السوري مرة أخرى يوم أمس. وكالة سانا السورية بشكل رسمي تحدثت عن هذا الاستهداف الذي جاء على مطار دمشق. المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن تفاصيل أكثر
مما جرى، وهذه كانت اللقطات الأولى لضرب مطار دمشق بهذا الشكل. كانت هنالك ثلاث ضربات، واحد اثنان ثلاثة من الدخان، ترى وتعرف بأنها كانت في ثلاث نقاط على المدرج الخاص بمطار دمشق، وأخرجوه عن الخدمة طبعا مرة أخرى. والطائرات الإسرائيلية ببساطة هي كانت قد حلقت مرة أخرى وكالعادة من فوق مرتفعات الجولان، وأول ما قامت هي قامت باستهداف المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري الموجودة طبعا في المزة، استهدفوها طبعا. المنظومات الدفاعية كانت حاضرة في التصدي للعديد من هذه الصواريخ، ولكن الهدف الأساسي هو مشاغلة الدفاعات من أجل الوصول إلى مطار دمشق، وتمكنوا طبعا من الوصول إلى مطار دمشق كما لاحظنا، وتمكنوا من إخراجه عن الخدمة، وهذا طبعا يجعل سوريا بلا مطارات مدنية أبدا. مطار دمشق خارج عن الخدمة، ومطار حلب أيضا خارج عن الخدمة تماما، وهذا يعني ببساطة بأن الجانب الإيراني ليس قادرا على شحن الكثير من الأسلحة التي عادة واعتدنا أن نرى الكثير من شحنات الأسلحة تأتي طبعا إلى مطار دمشق من الأسلحة النوعية والمهمة للغاية للفصائل المسلحة الموجودة في سوريا، وبالتالي هذا يجعل الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا بلا قدرة أو بلا مقدرة على الوصول أو الحصول على أي أسلحة نوعية قادمة من قبل الجانب الإيراني لكي تستفيد منها ولكي تزيد من طبيعة الضغط على الجانب الإسرائيلي بالاستهداف المباشر، وكذلك لتوسيع الجبهة التي نتحدث عنها طبعا، الجبهة اللبنانية. لا يكون فقط حزب الله اللبناني هو الخطر، لا أبدا، بل أن يكون الجانب السوري هو الخطر، وهنا إسرائيل منتبهة لمثل هذه السيناريوهات، وبالتالي هي تغلق الطريق تماما على أي شحنات جوية من الممكن أن تكون قادمة على أي خطوط جوية معروفة من قبل الجانب الإيراني، وأبقى فقط قواعد الاشتباك منضبطة أو مراقبة أو مسيطر عليها مع حزب الله اللبناني. وطبعا الجانب الإسرائيلي أيضا لا يستهدف فقط المطارات، وإنما يستهدف النقاط التي تتواجد فيها الأسلحة. في 17 نوفمبر قبل 10 أيام من اليوم كانت هنالك ضربة إسرائيلية استهدفت طبعا إحدى النقاط الموجودة بالقرب من مطار دمشق وبالقرب من البحدلية تحديدا، والنقطة التي نتحدث عنها هي تأتي هنا بهذا الاتجاه، هذا هو مطار دمشق الذي نتحدث عنه، ومن خلال هذا الطريق الذي ترونه والذي يصل إلى طبعا عمق دمشق هنالك مخزن كبير للغاية استهدف من قبل الجانب الإسرائيلي في 17 نوفمبر. إذا ما اقتربنا طبعا من هذه المنطقة لكي ندقق بهذه المنطقة التي سنتحدث عنها، هذه هي المنطقة التي ترونها، ودعونا نتوقف، وهذا هو المخزن المقصود أو المستودع المقصود الذي نتحدث عنه. هنا منطقة مزروعة كما تلاحظون، وهذا هو مبنى كبير كما نلاحظ، وبالتالي هذا المستودع كان قد ظهر بتحديث جديد من الأقمار الصناعية في 16 نوفمبر، أي قبل يوم من الاستهداف بهذا الشكل. هذا هو نفس المستودع الذي نتحدث عنه، وهذه هي المنطقة المزروعة، وهذا هو المبنى الذي نرى. هذه المنطقة إذا ما اقتربنا منها قليلا ستلاحظ بأن هذه المنطقة في 16 نوفمبر كانت بهذا الشكل، وآخر تحديث كان في 21 نوفمبر. لاحظ كيف أن هذه النقطة قد دمرت، وهذا يوضح أن الجانب الإسرائيلي استهدف هذا المستودع بنجاح وبنجاح عالي للغاية، بالتالي الجانب الإسرائيلي لا يسمح لأي أسلحة من الممكن أن تكون مفيدة للفصائل المقربة من إيران في سوريا أن تكون حاضرة وتحت حوزتها لتقليل الضغط الذي ممكن تتعرض له. بالتالي الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان بشكل كبير لما هو بعد الهدنة الإنسانية، وطبعا هذه هي اللقطة كانت من ضربة المستودع، وتلاحظ كيف أن النار والاشتعال عالي للغاية، يوضح لك أن كانت هنالك أسلحة موجودة بكل تأكيد في هذه النقطة. وأيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل إلى أراضي قطاع غزة بهذا الشكل، والتقط عددا من الصور في استعداد منه للعودة لهذه المعركة وللعودة للعمليات العسكرية بعد الهدنة الإنسانية، ولكن الأمر سيطول قليلا. وجون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال اليوم لسي ان ان الاتي: الاسرائيليون وافقوا على مواصله وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ولدخول مزيد من المساعدات، هم بانتظار فقط حركه حماس ان توافق على هذه الهدنه واستمرار هذه الهدنه. بالتالي التطورات كبيره، صراعات هائله للغايه.